أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع. وفي هذا المقطع، برغم من وجود أشياء كثيرة على الساحة خاصة بما يحدث في الشرق الأوسط من ممارسة للإجرام وانتهاك الأعراض وقتل ونزف دماء من الأفكار الإجرامية التي أتى بها محمد، إلا أننا سنواصل حلقات، لأنه ما فيش أشياء، يعني هو نفس الشيء على الساحة، سواء مقتل خاشقجي أو قتل الفتيات السعوديات أو الإجرام اللي بيمارسه محمد بن سلمان واللي ورثه من محمد بن عبد الله أو بن عبد اللات. على أي حال، هنواصل سلسلة فضح إجرام محمد عن الأعمال الإجرامية التي قام بها، ومعظم المسلمين للأسف غير واعيين وغير عالمين بتلك الأعمال الإجرامية. ومن قبلي أنا ببلغ، اللي عايز يعرف أهلا وسهلا، ممكن يسمع ويتعرف ويعرف إنه الشخص إنه محمد ده قام بأفعال يقشعر لها البدن ويستيقظ من غيبوبة الإجرام أو الإسلام التي هو أو هي بها، أو يظل في هذه الغيبوبة لا يوجد شيء بالإكراه. احنا أحيانا كتير ناس، أكيد للأسف، بنشوف مثلا عصابات محمد اللي هم داعش وما شابه داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب والنصرة وكل الأصابات الإسلامية دي اللي هي أساسها في القرآن والإسلام والأحاديث وإجرام محمد وتعاليم محمد، بتقوم بجز رؤوس والذبح وحرق الناس أحياء وإغراق الناس في أقفاص وحاجات كتيرة إجرامية. العجيب انه المسلم الساذج بيشمئز من تلك الامور وبيعتقد خطأ، بيعتقد بالخطأ انه ده ليس له صلة بالاسلام. واول شيء المسلم اللي هو عنده يعني ضمير بيعتقد انه دي قلة ادب وقذارة ليس لها اي دخل بالاسلام. لكن محمد عمل او فعل اشياء اكثر اجرام من اجرام داعش والقاعدة وبوكو حرام والعصابات دي كلها. فلو بتندهش او بتندهشي ليه الحاجات الاجرامية دي بتحصل من العصابات دي، ارجع للي عمله محمد. النهاردة عايزين نتكلم عن واحد اسمه عبد الله بن أنيس، واحد من العصابة اللي كانوا قاعدين مع محمد مع أبو بكر والعيال دول، عصابة محمد، واحد من عصابة محمد. محمد ساب مكة، ترك مكة لما أهان أهل مكة وأهان أديانهم سواء يهودية أو مسيحية أو الأديان الأخرى زي الزردشتية، وحتى عبدة الأوثان بدأ يوبخ فيهم، بس وبخ خاصة في المسيحيين واليهود، اللي هو بيقول يعني جئت مصدقا لما بين يدي، تحامل عليهم أكثر من عبدة الأوثان. يعني انت جاي بتقول انك انت جاي برسالة توحيد، طب ما اليهود موحدين، ليه كرهت اليهود الكره الشديدة؟ ف واضح ان فيه يعني مشكلة في في الكلام اللي بيحصل، وانه محمد ده كان يعني فيه بينه عداء وبين اليهود، والعملية ما كانتش
ان هو بيحارب الوثنيه، لان ما تلاقيهوش في احاديثه وفي القران ما فيش ضغينه كبيره بينه وبين عبدة الاوثان. الضغينه كانت بينه وبين اليهود اول شيء كرههم، وكانت بعد كده بينه وبين المسيحيين. يعني حتى وده متوارث حتى اليوم، يعني تشوف المسلم في المسجد او الجامع او وكر الشيطان اللي بيتقابله فيه ده، اما بيدعي على العدو بيدعي على اليهود والنصارى بتيتيم اطفالهم وترميل نسائهم، ما بيدعيش بقى مثلا على الشيوعي اللي هو كان اللي هو في مثلا في الصين الحاد اللي هو لا يعترف بوجود إله، لا. هل بيدعي على الشيوعية مثلا أو الحاد اللي هو في فيتنام أو في كوريا الشمالية أو في أي دولة؟ لا، اليهود، اليهود والنصارى المسيحيين. على أي حال فلنبدأ. كان فيه راجل في مكة اسمه خالد الهدلي، يقال ما هو أصل اللي بيكتب التاريخ ده بيكتبه على مزاجه هو، كمان المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ. يقال من قبل الحكايات اللي هي بتاعت محمد إنه كان عايز يقتل محمد. الراجل ده هو كان عايش في مكة، كويس. خالد الهدلي ده كان راجل من أهل مكة، ويقال إن هو كان بيخطط إن هو هيقتل محمد. فمحمد بقى من لهذا الشخص، من ل خالد الهدلي؟ واحد من عصابة محمد اللي هو أنيس، عبد الله بن أنيس. أنا يا رسول، أنا؟ قال له هات لي رأسه، مش مثلا اغتاله، هات لي رأسه، هات لي رأسه. فاحنا لما نشوف العصابات العيال بتوع داعش دلوقتي لما بيمسك واحد مسيحي أو واحد يهودي أو واحد كذا أو حتى مسلم ما هوش مسلم من فئة أخرى، أما بيذبحه ويقطع راسه ويستعرضها كده قدام الناس، شيء عمله محمد، أوكي؟ شيء عمله محمد. فهو بيحتذي بحزو الرئيس بتاعه أو اللصطة الكبيرة بتاعه، البوس بتاعه، كويس؟ فتسمع بقى أو تقرأ الكلام اللي كاتبينه العيال التاريخ الإسلامي، يعني تجميل شكل، تجميل وتعظيم وفروسية، وفروسية هذا الشخص عبد الله بن أنيس، وكم هو مجاهد في سبيل الرسول، في سبيل الله. لا، ما كانش فيه الله ولا حاجة، هو كلها نسوان عشان وعدهم بقى في الجنة 70 حرية، وفي الأرض لما بتقتل بتغزو وتقتل لك فلوس، هتاخد فلوس، هتغتنم، كويس. طلع خدع الراجل بحيث ان هو الراجل استضافه في خيمته، يعني اعتقد ان هو راجل محترم، كان شايف انه مسلم او مجرم من عصابة محمد. الراجل استضافه في خيمته وكرمه كضيف، وبعد ما نام وهو نايم ذبحه وأخذ رأسه وشالها وراح ادها لمحمد هدية، فرح بيها محمد،
النبي الأمي فرح، ده الإجرام اللي إحنا بنشوفه من محمد ومن عصابات محمد. التاريخ بيعيد نفسه، ما حدث في الماضي إن لم ننتبه للإجرام ده إنه كان إجرام، سنظل نعمل نفس الأعمال الإجرامية بدون وعي وبدون انتباه. أشكركم ونشوفكم مرة تانية.